بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. لحكاية من الحكايات اللي تعدت معانا في برنامج خليل تونس، محمد لمين الحاجي ومرتوز مردة من العقبة. محمد من اللي هو صغير عنده إعاقة عضوية في ساقيه، ما يمشيش كان بالكرسي المتحرك، بطل أما عنده موتور صغير يدبر عليه في راسه. عنده زوز أولاد والظروف خلت داره ناقصة برشا حاجات، ونقصد أهل الخير يعاونوه على تأسيس الدار ويساعدوه على ظروفه الصعيبة. عمري 36 سنة، معرس، عندي جوج وليدات، واحد منهم معاق وواحد لاباس. هو الإعاقة متاعي ملي عمري 10 سنين. كنت طحت ولا زلقت ولا كباش حاصل، المهم تبصعت، قعدت نعيش معاق. إيوا معايا ملي كبرت توا معاق. ما نخدمش نخدمك شيخوخ. الوضعية متاع دارك تشوفها. هذه الدار هذيا مهددة بالسقوط. احتملت نجم تطيح الليلة وغدوة بعد غدوة بعد شهر. مهددة خاطر ما فيهاش عروس معناها شادين. وفوق هذايا تبت. شبيها كي تبت بالشتاء هذا. ودنيا باردك شوفها وين مشيت، وانا معاق من بالقاعه هاي اكثر شيء من حق. وين داك تفرج بيه الدار وبين لك من الدور تلقي الدار. يا اخي الريحه نتاع الدار هذيك مش تمطر مش تمرض ما يتمرض. ثم عباد يعاونوا فينا يرحم والديهم بارك الله فيهم. الكلاج هذيك محسوبهم من عايشين هيك، هو ما فهم شيء اخر معناها بالنسبه للحاجات تاع الدوله وكذا ما فهمش. شكيت مجلس النواب، شكيت وزاره الشؤون الاجتماعيه، شكيت منتخبين اي مسؤول في الدوله، ما فهمش جاب. كنت تطرز بهالدار بالكرتون نبقى تمطر تبرد علينا. امكانيات هيك شباب محدوده، ما عندنا شيء، ما نكسب شيء. شكينا 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 عينا كما شيء. هاك تشوف البرد، الاحتياج، نشوف الخضره غاليه، الاسعار مرتفعه. ومش سب قديش مش تصرف قديش نزيد المصاري ما ظنيش. لا عندك لما صرف كي توا انت تعرف تاخذيش مليون، تاخذيش مليون توا في شهر ما يزيد. خلي انت حكايه نتاع 150 الف ولا 180 الف ولا مش سب ومش دنا للضوء للماء للصوص على الموتور نمشي. ياك قايم معايا للموتور هذاك كان يحبس الموتور تتبلوك الوضع الكل. ان شاء الله ان شاء الله اهل الخير ان شاء الله يعاونوني ويوقفوا معايا في الدار. يعني انا بحكم اعاقه وعندي ولدي معاق وكذا ان شاء الله يوقفوا معي ويعاونوا من اهل الخير. هذا النجم
ويرحم والديك وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. وبفضل مساعداتكم انتوما الخليليين والخليليات أهل الخير وقلوب الرحمة، فريق خليل تونس اتوجه لدار محمد لمين في العقبة وقدم له مساعداتكم من صالة، بيت نوم، إغطاء، مواد غذائية وغيرها. فرحة العائلة كانت كبيرة، أمانتكم وصلت. يرحم والديهم وإن شاء الله ربي يحييه محية خير. دار كان ما فيها حتى شيء، والحمد لله يا ربي جبتوا لي، جاتني جمعية خليل تونس جابوا لي الأثاث وجابوا لي الدبش، والحمد لله يا ربي توليت عندي الدبش وعندي الأثاث. تمليت الدار والحمد لله يا ربي. جمعية خليل تونس ربي يحفظهم وربي يخليهم وربي ينوب عليهم. اليوم احنا معلينا كان نقول لكم بارك الله فيكم ويرحم والديكم. خليك للتوانسة خليل وعاون المحتاج والقليل، وانتي زادة يلزمك تعاون. اتصل بينا على الرقم 46 55 55 57، ومع خليل تونس سبق الخير تلقى الخير.